بسؤال الحلقة، وهو بعد نهاية القسم الأول من دورينا، هل أنت راضي عن مركز فريقك وماذا يحتاج للقسم الثاني؟ طبعا مثل ما أنتم شايفين في خلال القسم الأول كانت الفرق ظهرت بأكثر من وجه، منها العربي وأيضا الريان طبعا كان مقدم مستوى جيد جدا بالرغم من عدم تواجد المهاجم الغرافة اللي توقعنا بأن يكون فريق مغاير فريق آخر، والسد والنكسة اللي صابته في الفترة الأخيرة، حيث أن السد تعود دائما بأن يكون في الصدارة ومنافس دائما على كل البطولات، وأيضا هناك العربي اللي قدم مستوى جيد جدا في بداية الموسم، ولكن بعد إصابة اللاعب الإيسلندي تحديدا وأمور حدثت مع العربي، شفنا تذبذب المستوى إلى المباراة الأخيرة والتعادل مع نادي قطر اللي مع وسام رزق لحد الآن ما خسر، ولكن حقق كل النقاط اللي كان متواجد خلال أو المباريات، حقق النقاط من خلال المباريات اللي تواجد فيها وسام رزق. خلونا نشوف ردودكم الآن ونشوف آراءكم. دحلاوي شكرا، أنا ما أدري إيش سر النظارة لكن تحية لك يا دحلاوي. واضح الثقة يعني على أساس بعد التعاقد مع مانزوكيتش، يعني للأمانة الكل توقع وأخبار كثيرة خرجت في الفترة الأخيرة بأن مانزوكيتش ما راح يوقع مع دحيل، وأن هناك صار في تباعد بينه وبين دحيل، ولكن المفاجأة بأن مانزوكيتش اللاعب الكرواتي وقع مع دحيل. هشام محمد حياك الله، مساء الورد. خالد في إجازة طبعا، الله يحفظه ويستر عليه، نتمنى لك إجازة سعيدة خالد، ولكن جماهيرك ومحبينك طبعا دائما في انتظارك، فلا تطول الغيبة يا خالد. مساء الورد خالد، لا أعلم إذا كان سؤال يشمل الفرق والمنتخبات أم لا، ولكن على عموم اطرح سؤالي بخصوص فريقنا العراقي وفيما يخص بطولة كأس الخليج. طبعا حديثنا اليوم عن الدوري القطري وعن القسم الأول يا سيد، ولكن مو مشكلة، المنتخب العراقي منتخب يمتلك عناصر شابة، ونتمنى طبعا بأن يعود المنتخب العراقي إلى منصات التتويج. حمد الرميحي يقول راضي ويحتاج لمهاجم فقط، هو طبعا هذا الشيء الواضح في نادي الريان، وأن نادي الريان محتاج مهاجم، ولكن مع ذلك الريان للعلم حقق الريان 25 نقطة بدون أي خسارة في القسم الأول. وسام من العراق يقول فريق الدحيل، وهذا فريقه طبعا، فريق الدحيل يمتلك اللاعبين الجيدين، يعني يا خالد على مستوى العالم أنا أتوقع بأن نادي الدحيل سوف يخطف اللقب هذا الموسم. تحياتي لك يا وسام، وممكن ليش لا، الدحيل في الفترة الأخيرة أيضا يقدم أداء ممتاز جدا. أيضا فريق الدحيل 10/10، بس ليش ما ينزل ميمي من وقت؟ طبعا هذا في النهاية هو اختيار المدرب، في النهاية المدرب هو اللي صاحب القرار، وأكيد في خطط لدى المدرب، وما ندري للأمانة إذا كان ممكن يحتاج أن ميمي يتعود أو حاجة وبعدها يتم الاعتماد عليه. طيب دحيل أكيد راضين عن مركزه، بس يا أخي ليش كلكم تسألون ليش ما ينزل ميمي؟ طبعا هذه الإجابة كانت نعم، وخلنا نقول، وهنا يقول لك 100% دحيل وراضي عليه تماما. السلام عليكم، تحية طيبة خالد الحدي، طبعا معاكم فيصل الهاجري. خالد في إجازة الله يحفظه، ولكن دائما خالد مكانه مبين، خالد متميز دائما. إن شاء الله الدوري لنادي الريان فريقي، ممكن ليش لا، خاصة أن الريان في الفترة الأخيرة يقدم أداء متميز بالرغم من حاجته إلى عنصر مهم جدا وهو مركز رأس الحربة، ولكن لاعبين متميزين متواجدين مع الفريق سواء من محترفين مثل إبراهيمي أو فرانكوم أو غيرهم، أو حتى على مستوى المواطنين مثل علاء أو حتى عبد الرحمن الحرازي اللي راح يكون معانا ضيف اليوم في الحلقة إن شاء الله.